وهو فعلا ابو سفين غيور على الرهبات، يعني غيور غيور، يعني احنا بنحسه كتير، بدليل الحاجات اللي حكيتها لكم زمان لما جوم الحرمية وجابوا السلم. حكيت لكم انا الحكاية دي، فاكرينها؟ ما سمعتهاش؟ طب في ما سمعهاش يسمحوا لي اللي حكوا اللي حكيتها لهم احكيها. كان جوم حرمية وحطوا سلم كبير هنا في السور هنا، هو ما كانش الطرقة دي فيها الأرشيات، كان كده، وادي السور ده اللي على الشارع، وما كانش فيه البوابة الحديد، يعني اللي ينزل من السور يدخل على طول في الدير. وكان السور احنا عاملينه دلوقتي كده هو، يعني ايه، قولوا معايا جملون كده شوية، هو كان مسطح. فراحوا مطلعين على السور وسحبين السلم وايه وحطوها من جوه وحبوا ينزلوا. ففجأة وهم لسه على السور ظهر لهم ابو سفين على الحصان، فمن خوفهم ورعبتهم منه راحوا نطين ايه السور تاني من الشارع يعني. طبعا السور عاد، فحصل لهم اصابات وكسور واتكسروا خالص، واتاخدوا الاسم تعمل لهم محضر، وطبعا سابوا لنا السلم. جيت بقى لما جينا نحط الورق وكده، ام الناس اللي بيلزقوا الورق دول قالوا لي ده الدير عالي وسلم واط بتاعتنا، عشان مباني الايام دي واطيه يعني، فاحنا نروح نشوف نأجر لنا سلم. قلت لهم اجيب لكم سلم الحراميه. عملنا كل الدير وبيضناه على سلم ايه سلم الحراميه.